وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. قبل ما أسيب النقطة دي عايز أقول لكم على حاجة. يعني أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال يعني الأحداث اللي فاتت ديت حدثت، يعني إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين إحنا هنعمل إيه؟ حد قال كده يعني، أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش. مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر، أو اللي موجودة في المنطقة عندنا، أو اللي موجودة في العالم كله، مهما كانت، شوفوا، طول ما إحنا على قلب رجل واحد، محدش يقدر يعمل معنا حاجة. مهم أوي إن إحنا يعني أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي ربنا. اسمعوا كلامي من فضلكم، أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت طبعا طبعا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. أنا بتكلم على إن مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما إن احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في أي مشكلة ونقدر نعدي أي حاجة.